يا دي النيلة، ما حطوش مكسرات على الرز بلبن، يعني أودي وشي منين بقى؟ أقول له إيه لما يجي وهو مش لاقي مكسرات على الرز بلبن؟ يا ربي إيه أنت اللي بتعمليه ده؟ حبي بص أنا جايبة لك الزيارة دورة؟ وادي سوداني أظن بقالك كتير ما شفتش لب صح؟ بقالي كام سنة ما أكلتش لب؟ بص ترمس ترمس؟ آه أنت مقتنعة إن أنا باكل الحاجات دي كلها؟ هتاكلها، ده أنا شايلها على قلبي من مصر يا مو بطاطا خلاص كفاية كده، أنا شايف كفاية برضو كده. عايز إيه تبتدي بإيه؟ باكل بطاطا. إيه؟ الملكة إليزابيث عملت عيد ميلادها هنا؟ قعدت هنا على الكرسي ده؟ يا دي الفضايح تعالى يا حبي تعالى نروح نقعد في حته تانية يا اخويا ناكل براحتنا، ناكل بطاطا احنا ولا يهمنا ابو صلاح عندنا هاو او لقاء خاص الليله 9:15 مساء على قناه مصر الاولى.